السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفراء. يسفهون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفراء. كذب، جمع فرياء كذب. فانتقلوا ببركة رسالته ويمني سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبهم. ببركة رسالته عليه الصلاة والسلام ويمني سفارته، لأن الرسل هم السفراء بين الله وخلقه، والواسطة فيما ينزل منه تعالى لا فيما يصعد إليه جل وعلا، فلا واسطة بين الله وخلقه فيما يصعد إليه من أعمال، أما ما ينزل إلى العباد منه جل وعلا فعن طريق الرسل. نعم. فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. لما كثرة من تصدى لهذا الكتاب العظيم المشهور النافع، مع كثرة من تصدى له وزعم تحقيقه، إلا أنه لا يزال فيه أشياء تحتاج إلى إعادة نظر. فبين يدينا يمكن 5 نسخ كلها محققة، 3 التحقيق فيها ظاهر والبقية متفاوتة، وأكثر من ذلك مما في المكتبات مما يباع، طبعات تترى والدعاوى تكثر. وأذكر أن واحد من طلاب العلم جمع أكثر من 100 نسخة ويسعى في تحقيقه ولا يزال، لكن النسخ، كثرة النسخ لا سيما المتأخرة منها، ترهق الكتاب بذكر الفروق والإحالة على النسخ بعد اختيار رموزها، تجد في طاء، في عين، في كذا، في كذا، في النتيجة. فالكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد عناية. عندنا طبعة أولاد الشيخ، وفي السوق أكثر من طبعة لمكتبة أولاد الشيخ، وهي أيضا متفاوتة، تختلف في التعليق وتختلف في التخريج، ولكن طبعة دار ابن الجوزي طبعة لا بأس بها لكن فيها أخطاء، طبعة دار طيبة كذلك، وكلها تحتاج إلى مزيد من العناية.
اللي قرأ علينا الشيخ فيها أشياء. نعم. ها؟ شل معك؟ معروف معروف. المكتبة التجارية الكبرى وعنها دار وعنها الاستقامة اللي عليها برواز معروف. وفيها أخطار كثيرة. شو اللي عندك؟ هذا الشعب شو يقول؟ يسفهون بالقول الفراء. لا فيها ركاكة. إيه؟ قراء. لا لا فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون. ها؟ شو يقول؟ هذا معروف ما أنت بشيء. النهاية ما يخالف. الفراء جمع فريا والكذب. لكن سياق الكلام يسفهون بالقول الفراء كذا يستقيم الأسلوب ما يستقيم أبدا. هم يسفهون يمكن يسفهون العقول بالفراء بالكذب. يسفهون العقول بالفراء. العقلاء من الناس يدعون عليهم السفه بالفرية. لكن مع ذلك ما ينجزم إلا إذا وجدنا نسخة. أبراجع الأزهرية. الأزهرية عندي هذه فرع عنها ومطبوعة عنها لكن نرجع إلى الأصل إن شاء الله. نعم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية وذم من لم يعرف. ما يحتاج أن يقول الآية ما دام كملها الاحتلال. ما يحتاج ما دام أكمل الآية ما يحتاج يقول الآية. ويزكيهم الآية لأن الآية ما كملت. نعم. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله كما أرسل. هذه النعمة من أعظم النعم بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة من أعظم نعم الله جل وعلا. وهو عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين. وأي نعمة تساوي نعمة الإسلام مهما حصل عليه الإنسان من نعم من متع الدنيا فإنها لا شيء بالنسبة لنعمة الإسلام. وأردف ذلك بقوله فاذكروني أذكركم يعني شكرا لهذه النعمة بالذكر. يكون الشكر بذكر الله جل وعلا وبأنواع الشكر المتعلقة باللسان والقلب والجوارح. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله أمر بذكره وشكره في مواضع كثيرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. نعم. لنا هذا في هذا الموضع. والتفسير
أصله للإمام الشافعي لما تكلم عن مباحث السنة في كتاب الرسالة، قال هي الحكمة، وأورد على ذلك أدلة وشواهد كثيرة. قد يأتي في موضع تفسر فيه الكلمة بشيء لدلالة السياق عليه، وفي موضع آخر بشيء آخر لدلالة السياق عليه، واللفظ يحتمل. هل تكون حكمة تكون لعيسى أيضا؟ كلام عيسى لأنه سنة بالنسبة له، سنة بالنسبة له. نعم. قال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم، يقول كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام، الكاف هذه للتعليل، الكاف للتعليل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم إلى آخره فاذكروني، يعني جزاء هذه النعمة الذكر والشكر، يعني في مقابل هذه النعمة العظيمة. نعم. عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمارة الصيدلاني قال أخبرنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله، ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني، هذا الأثر عن ابن عمر مضاعف بالصيدلاني لأنه ضعيف. نعم. المعنى اذكروني أذكركم، يقول العاصي لا سيما بالكبائر إذا ذكر الله هل يذكره كما يذكر من يذكره وهو شاكر مستقيم على أمره ودينه متق له؟ يقول اذكروني في حديث خبر ابن عمر قال الله تعالى اذكروني أذكركم. إيه لأنه يذكر الله، العاصي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يكثر قد يكثر من الذكر، يعني يلعن. نعم. الحاشي يقول سند حسن الصيدلاني مضاعف. نعم. وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم، قال اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس في قوله فاذكروني أذكركم، قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة
عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منهم وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. صحيح الإسناد، أخرجه البخاري من حديث قتادة، وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. لا يحتاج أن يقال صحيح الإسناد ومخرج في البخاري، ما يحتاج إلى أن يقال صحيح الإسناد، وقد انتقد البغوي في شرح السنة حينما يقول صحيح أخرجه حديث صحيح أخرجه محمد يعني البخاري عن فلان وفلان وأخرجه مسلم عن كذا، فانتقد، ما يحتاج إلى أن يقول صحيح الإسناد أو حتى ولا صحيح، ما دام في الصحيحين لا يحتاج. لا، ابن كثير رحمة الله عليه له عناية بالمسند من خلال المؤلفات أكثر من عنايته بالصحيحين، حتى يقال حتى قيل إنه يحفظ المسند حفظ، ولا شك أن المسند من حفظه فقد حفظ السنة، لأنه فيه أكثر ما جاء في الكتب الستة غالبه موجود في المسند، لكن المنهجية العلمية تقتضي تقديم الصحيحين، فإذا ضمنهما ولا يلزم أن يحفظهما بالتكرار والأسانيد، لأن هذا يشق إلا من وهب حافظة تساعده، ثم بعد ذلك يزيد عليه من زوائد السنن الأربعة وزوائد المسند وزوائد الموطأ وغيرها من الكتب. المسألة أولويات. نعم. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفروا، أنا أريد أن أطلع على رواية البخاري بلفظها، لأن يقول إن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. وين أبو عبد الرحمن؟ طلع رواية البخاري، لأن وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة، هل تتناسب إن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا؟ ها؟ عندك؟ إيه، بس أنا حرف اللفظ، إذا دنا العبد مقتضى الامتنان أن يكون دنوه أقرب، لكن هل الامتنان بالقرب أو بالبعد؟ بالقرب. واضح الإشكال؟ الامتنان بالقرب من الله جل وعلا أو بالبعد منه؟ بالقرب. إذا دنا العبد شبر دنا منه الله جل وعلا ذراع، مو بمفترض العكس، من أجل الامتنان بالقرب من الله جل وعلا، والله جل وعلا أكثر منا وأكثر فضل من قرب العبد ودنوه. ها؟ شلون؟ شو معنى الدنو هنا؟ القرب، هل الأفضل الأقرب أو الأبعد؟ ها؟ طيب، ليس بينه وبين الله شبر، اقترب شبرا يقترب الله منه ذراعا، يعني إذا اقترب إلى الله شبرا، مو هو بالمسافة المحددة بين الله وبين العبد، مقدار القرب ما مشى، مقدار ما مشى ما قطع. إيه، يعني العبد اقترب شيء يسير، اقترب الله جل وعلا أكثر منه. إيه الآن؟ أنت ما قلت هذا.
ما لم تقل هكذا أنت. إيه. طيب. انتهى الإشكال، انتهى الإشكال، يعني انحلت، يعني ما هو بالمقادير هذه في المسافة بين العبد وبين الله جل وعلا. نعم، إنما في المسافة التي يقطعها العبد والله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، كما أخبر على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف، يتقرب إليه أكثر من هذه المسافة. نعم، أحسن نوعين. قول قتادة الله أقرب بالرحمة. ها؟ شو؟ الإشكال أن الامتنان بالقرب من الله جل وعلا، فإذا كان القرب من فعل العبد أقرب منه من فعل الله جل وعلا يتم الامتنان. لا ما يعني، وكان المطلوب، كان المراد المسافة بين الله جل وعلا وتعالى الله عن الظنون. نعم، المسافة بين العبد وبين الله في تقرب العبد أقرب منها في تقرب الله جل وعلا إلى العبد. هذا ما في إشكال؟ طيب، إذا قلنا أن المسافة بين الله وبين العبد على ما يرى، على ما يريده الله جل وعلا من غير دخول في التفاصيل، نعم موجودة، لكن إذا تقرب العبد قليلا تقرب الله منه أكثر، هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليك. قول قتادة ها؟ لا ما في إشكال، لا واحد، ما في إشكال، الإشكال في فهمنا، في الفهم الأول هو اللي فيه إشكال. نعم، شيء. طيب، حديث قتادة عن أنس معروف، ما في فرق، ها؟ ما في فرق. على كل حال، التقرب هو الدنو، التقرب هو القرب من الشيء وهو الدنو. نعم. نعم، صلى الله عليه. قول قتادة الله أقرب بالرحمة ما يشم منه شيء من التأويل. هذا تأويل، أقرب بالرحمة، إثبات القرب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تأويل. نعم، ومن لازمه الرحمة، من لازم ذلك الرحمة. نعم، هو يثبت على مذهب السلف الأمة وأئمتها، يثبت ما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يظن فيه أنه مؤول، ولكنه تفسير باللازم كما هو معلوم. نعم، شو؟ إيه؟ من اللي يقوله؟ وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. لا، لو فتش لقاه ابن كثير من الحفاظ. نعم، ايش فيه؟ ذكر الله، مستحق للعنة. اولا الخبر ضعيف، الأمر الثاني جاء في بعض الآثار كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يصير ظالم، لعنة الله على الظالمين، من هذا الباب. نعم، وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس قال حدثنا أبو رجاء العطاردي العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر. المطرف من الخز فسروه بأن ظاهره حرير وباطنه صوف باطنه حرير وباطنه صوف نعم أو شعر نعم. إيش قال عندكم؟ هل هذا أولى أو العكس؟ ها؟ شو؟ نعم لأن الحرير كونه يلي الجسم أولى من كونه هو الظاهر. شو؟ لا قد يلبس للحاجة الحكة ونحوها أذن به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحكة. وين؟ قد يكون قبل النهي وهذا تفسير يعني ما هو قد لا يكون هذا واقعه قد لا يكون هذا هو الواقع هذا تفسير أهل العلم لهذه الكلمة. بل خز نوع من الحرير يعني يطلق على اللين من اللباس يطلق على اللين من اللباس سواء كان حريرة أو من نوع آخر. لكن استدراكي على تفسيرهم الخز أو المطرف من الخز كون الصوف هو الداخل والحرير هو الخارج إما من جهة رؤية أثر النعمة مناسب لأن النعمة تكون بالحرير ولا تكون بالشعر. وإلى الآن الثوب الظاهر أحسن إيه بس الباطن ما يكون مؤذي الشعر مؤذي ما هو مثل الشعر والمسوح لباس الرهبان ومقولاة المتصوف وغيرهم لكن يتأذون بذلك. نعم لكن ما يلزم أنه يكون بينهما شيء آخر هذا من على كل حال أنا المشكلة عندي كون الحرير هو الخارج والشعر هو الداخل يعني صح أن النعمة تظهر بالحرير أكثر من الشعر لكن الشعر من الداخل مؤذي فلا يكون مما يتمدح به. أي فهمت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت وسادته من أدم وحشوها ليف الليف ما يمكن ينام عليها حد ويجلس عليها خشن جدا لكن هذا بغضن. نعم لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث
عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن، لأن الكافر إذا أصابته سراء شكر لا ينتفع بهذا الشكر، لأن عمله حابط، وكذلك إن أصابته ضراء صبر عليها لا يؤجر على هذا الصبر. نعم. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، يعني فزع إلى الصلاة. وجاء عن ابن عباس أنه أخبر بموت ابنة له وكان في طريق، فنزل عن دابته فصلى ركعتين وتلا الآية: استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. والصبر صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا، لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن تنازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين: جاء التسليم عليهم. السلام عليكم. بما صبرتم. بما صبرتم. وكان عمران بن حسين لما ابتلي بالمرض في آخر عمره في الدنيا تسلم عليه الملائكة عيانا، تسلم عليه الملائكة عيانا، قالوا فاكتوى فانقطع التسليم، ثم ندم فعاد التسليم. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على الأقدار المؤلمة. الله أعلم، لكن نسلم عليه. نعم. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون؟ ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب. قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا على معصية الله. عن معصية الله. وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه، واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى: لأن الجزاء أمر قلبي قد تظهر آثاره وقد لا تظهر على حسب قوة النفس وضعفها. ولذا يقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أثر بين العابدين شيء
شو؟ العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله. العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. شو؟ وأما الصبر الثالث. وأما الصبر الثالث. هذا ما يوجد بعد عندك البزهرية ولا. نعم هو لا بد منه. نعم. شيخ يقول هنا بنون يقول أما الصبر الثالث هو الصبر عن المصائب والنوائب فذاك واجب الاستقبال المعاد. فذاك أيضا واجب. الثاني أكثر ثوابا لأن مقصود قال في نون وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك واجب الاستقبال المعاد. كالاستغفار من المعايب. كالاستغفار من المعايب. معروف لكن وش علاقة الاستغفار من المعايب بالصبر على النوائب على المصائب؟ كلاهما واجب لكن واجبات كثيرة يعني القياس بما يشترك معه في شيء. ها؟ لا. ها؟ أنا الاستغفار ما أمر بغيرهما بعد. ما أمر. نعم. الاقتران مثل الشكر والذكر عندنا. اذكروني أذكركم واشكروني. نعم. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ثم عاد إليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم الحديث. سنده مسلسل بالأئمة الشافعي عن مالك الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن أئمة ثلاثة كلهم يتداولونه بالرواية وهذا مما ذكر فيه أهل العلم أنه يفيد القطع يفيد العلم القطعي وهذه من القرائن التي تدل على إفادة العلم لخبر الواحد إذا حفت به قرينة. وذكروا مثال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا فإذا روى عن مالك الشافعي قال العراقي قلت وعنه أحمد. فإذا روي الحديث بإسناد يتداوله الأئمة إمام عن إمام عن إمام أفاد ذلك. في الحديث نسمة المؤمن طائر تعلق ضبطه هكذا قال بفتح أوله وضم ثالثه تعلق
قاله ابن الأثير أي تأكل، وهو في الأصل للإبل إذا أكلت العظاة يقال علقت علوقا فنقل إلى الطير، أفاده الشيخ أحمد شاكر. هو في الأصل التكفير حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وإذا كانت سيئاته قليلة نعم رفعت درجاته لأن المسألة موازنة. نعم. هنا الشهداء في حواصل والمؤمن هو طار، المؤمن إذن أفضل من الشهيد؟ لا لا لا، جاء في حق الشهيد ما هو أعظم من ذلك، فالشهيد داخل في هذا الحديث لأنه مؤمن وداخل فيما يخص الشهداء. الحواصل إيه؟ الحواصل طير إيه؟ في حواصل طير. نعم. هنا أرواح المؤمن طائر، أيهما أكمل؟ هو مؤمن هو طائر. طائر في حواصل طير ثاني أحيانا وأحيانا، الله أعلم، هذه أمور غيبية، لكن كله مدح، ولا شك أن الشهيد أكمل من مجرد وصف المؤمن. نعم. تعلق سم. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم كما قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه. ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا، يعني يظهر الجوع والخوف كما يظهر اللباس. الجائع معروف من وجهه، وكذلك الخائف، ولذا قيل لباس الجوع والخوف، واللباس ظاهر. نعم. وقال هاهنا: بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها. ولو ابتلاهم من الخوف والجوع بقدر ذنوبهم وجرائمهم ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، كما قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد. وفي هذا نظر والله أعلم، لأنه خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. نعم. ثم بين تعالى
من الصابرين الذين شكرهم من الصابرون. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. وقال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل. فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد يزيد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون بك الرغبة، ولكنني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني يعني عظم بها أجري
أما أجرني من الإجارة ليس هذا موضعها. نعم. تأتي لكن اللهم أجرني من الأجر كلاهما. نعم. شو؟ قل أخلف الله عليك في العزاء من ليس يعتاض عنه يوم الجزاء إلى آخر ما قيل بالقطع. نعم. الإجارة مما يتوقع ضرره، اللهم أجرني من النار تقول. أما هنا ما تتوقع ضرر، أن ترجم ثوابا على 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 صبرك على هذه المصيبة، ترجو الأجر. نعم. مسألة الخلف من الله جل وعلا، الله أعلم، متنوع. نعم. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها، وقال عباد قدم عهدها، فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ورواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد أنبأنا هشام بن زياد ضعيف وأمه مجهولة، وأمه مجهولة، فالخبر بهذا يكون ضعيفا. نعم. لا لا، إذا لم يسمع منه لا يجوز له أن يقول سمعت، له أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسقط الصحابي يقول عن رسول الله لأن الصيغة محتملة. أما أن يصرح بالسماع، قالوا إذا صرح المدلس بالسماع من شيخه هذا كذب، لكن الصحابي إذا صرح بالسماع جزمنا بأنه سمع، ولو جاء بطريق آخر عن صحابي آخر، لأنه احتمال أن يكون رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة ثم رواه عنه بغير واسطة. هي الرواية السابقة بواسطة وهذه بغير واسطة. رواية أحمد عباد بن زياد عباد بن عباد لحظة عن هشام بن زياد عن أمه عند أحمد عند النسخة عباد بن زياد لا 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 هو هشام بن زياد
عندنا يا شيخ هو هشام بن زياد عن أمه. ها شبون الإمام أحمد عن يزيد وعباد به وفي هشام بن أبي هشام متروك وأخرجه ابن ماجه من طريق. أي هشام عن هشام بن أبي هشام هو هشام بن زياد. نعم. وقال الإمام أحمد أنبأنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. قالوا ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وقال حسن غريب. واسم أبي سنان عيسى بن سنان. وهذا الباب ورد فيه حديث كثيرة جدا وما ذكره المؤلف فيه إشارة إلى عظم أجر الصبر والاسترجاع وما يترتب عليه. والله أعلم. الله مصر. لكن الرواية اللي فيها عن أمه أمه مجهولة معروفة. في قصة يقول على أسماء الصور يقول تزوج فلان فلان واجتمع النساء فسمي النساء جابوا المائدة فسميت مائدة. هذه يجوز؟ لا لا هذا عبث. هذا عبث بكتاب الحسد. هل له جن فعلا يحسد ولا هذا من قصر العين؟ وفي العين من نفس شريرة لها أثر بلا شك. والله أعلم. لو واحدة مزوجة زوجها فقير جدا وعملت طلاق سوري عشان تحصل على معاش لأبيها هذا جائز في بلد مثل مصر؟ بلفظ هي عملت ولا هو اللي عمل الزوج؟ لا الزوج فقير هي لها معاش من أبوها لو طلق اللي طلق الزوج هي أوردت شهود وقالت أنه طلقني وكذا دفعت دراهم وأخذت ورقة بس ورقة الزوج لا ما طلقها حتى لو طلقها يكون مرة مثلا أولى أو كده هو ليش طلق؟ المهم إذا نطق الزوج ولو كان حيلة فهي طالق. أما إذا ذهبت بشاهدين إلى الجهات المعنية وقالت هؤلاء يشهدون أن زوجي طلقني وزوج ما طلق ما يقع طلاق لكن هذا كذب. طيب بس الفلوس اللي تأخذها حرام. حرام. إيه. لأنه صلى مدة طويلة وعمل أعمال كتبت له يعني من تقي أكثر من الشهيد يعتبر العلم عند الله. يعني وش ماذا عمل هذا؟ كل من بعمله. الشهادة من الأسباب من أسباب دخول الجنة وأسبابها كثيرة. حديث عمر بن الشيخ يدل على ترك الاكتواء فضيلة ترك الاكتواء أمثل إيه. تداوي عموما خصوص خاص بالاكتواء حديث 70,000 ذكر الاكتواء. طيب